هل لبس الساعة داخل في المخيط الذي خيط؟ هل لبس الصحيح أنه لا بأس بلبس الساعة، لأن الإنسان يحتاج إليها لمعرفة الوقت، مثل ما أجيز له لبس الحزام على وسطه من أجل الحاجة، فكذلك له أن يلبس الساعة لأنه محتاج إليها. وكذلك لبس النظارات على العينين لا بأس به لأنه محتاج إلى النظارات. نعم.